كاملين حلقتنا باجواء الافلام وبتنضم لنا لانا داوود ومع رح نحكي عن الفالنتاينز موفيز. اهلا وسهلا فيك لانا. ميرسي، الي الشرف كون موجوده معكم اليوم. احنا مبسوطين انك معنا مرسي. وخاصه بهالمناسبه عم نحكي عن الحب. أكيد. عندك ثلاث افلام قلنا اليوم، مزبوط؟ مزبوط. بدايه رح تكون مع شو؟ اول موفي رح احكيكم عنه اليوم اسمه To All the Boys I've Loved Before. هيدا الموفي هو من انتاج نتفليكس وموجود على نتفليكس. ابطاله هن لانا كوندر ونوا سانتينيو. القصة بتحكي عن بنت مش كتير اجتماعية وكانت تكتب رسائل حب لكل شاب حبته بالماضي، بس كانت تحتفظ فيهم لأنه كانت طريقة لإلها إنه تعبر عن مشاعرها. ويوم من الأيام بيتوزعوا هول الرسائل، وما رح قلكن كيف لتتحمسوا تحضروا الموفي، وهون منشوف كيف حياتها بتنقلب وبتبلش الأحداث تصير. هلأ الناحية الرومانسية بهذا الموفي هي مع شاب من هول الشباب، واللي علاقته فيها بتبلش بطريقة كتير غريبة لأنه بالأول بيعملوا حالهم إنهم سوا ومرتبتين، بس بالآخر منشوف كيف ينغرموا. وهلأ خلونا نحضر التريلر لنفهم أكثر قصة To All The Boys I've Loved Before. يلا. Junior year. I can hardly believe it. Thanks, Dad. We need to talk about your sexual health. No, no, please no. I want you to be safe. Dad, why are you giving me these? Don't forget to have fun. Yes, well, I have a lot of rubbers for that, specifically. I think you should branch out. Make some new friends. Nope. You never know what could happen. That's what I'm afraid of. My letters are my most secret possessions. I write them when I have a crush so intense, I don't know what else to do. There are five total. Peter, the most popular guy in school, Kenny from camp, Lucas from homecoming, John Ambrose from Model UN, and Josh, but he's my sister's boyfriend. What are you doing? Nothing. Nobody else knows about them. Hey, can I talk to you? I appreciate it, but it's never gonna happen. I'm sorry, what? I think it's really cool that you think I have golden specks in my eyes. Oh my God, it's Josh. Oh my God. Oh, okay. The letters are out. Women. Tell me about it. Here's the thing. I had to make it look like I liked you so somebody else wouldn't think I liked them. What if we let people think that we were actually together? Let's do this. I've never seen you so happy. Did you mean what you wrote in the letter? I'm lying to every single person in my life. Just don't hide yourself, okay, honey? You can't just sit up in your room writing love letters. You gotta tell people how you feel when you feel it. اللي ما عنده بروجي لليلة لازم نقعد اليوم على نتفليكس ونحضر الموفي ضروري، بتفوتوا بجو العيد والحب والغرام. تاني موفي رح أحكيكم عنه اليوم وجوهه منعرفها، مش مثل موفي To All The Boys I've Loved Before اللي وجوهه هي جديدة. تاني موفي اسمه Friends With Benefits، نزل بال 2011 وأبطاله هن ميلا كونس وجاستن تيمبرليك اللي منعرفهم كتير منيح. القصة بتحكي عن اثنين علاقتهم بتبلش بروفيشنال وبيتعرفوا على بعض بنطاق الشغل، وعلى هيدا الأساس بيعرفوا إنه عندهم اثنيناتهم ماضي مش كتير حلو بالحب، إنه عندهم ذات وجهة النظر بعدة مواضيع. واحد من هول المواضيع هي إنه في علاقة بين اثنين تكون بس فيزيكال، وعلى هيدا الأساس اتفقوا إنه هيك تصير علاقتهم، ومن هون بنفهم كلمة بنفيتس بعنوان الموفي. بس أكيد مع الوقت بيلعبوا المشاعر دورهم وبنشوف كيف الاثنين بينغرموا ببعض، وشخصياتهم كتير حلوة وكيف بتصير القصة عن جد حلوة كتير، وبنصح كل اللي عم بيحضرونا إنه يحضروا كمان. خلص أكيد. هو قصة مهضومة كتير الفيلم. هلا بتخيل كمان انه الاشخاص اللي هيك عبالهم يفوتوا ياخذوا هيك فكره على الانترنت، بتخيل انه التريلر اصلا افضل الواحد ما يعرضه لانه بتخيل الاشخاص فهموا قصدنا. صح. رح ننتقل لثالث موفي. ثالث موفي اسمه The Wedding Planner. هو قديم شوي، نزل بال 2001، بس البطله هي جينيفر لوبيز وانا شخصيا كتير بحبها. جينيفر لوبيز بيكون اسمها ماري بالقصه، بتكون ويدينج بلانر وكتير سكسسفل بشغله. يوم من الايام عم تقطع الطريق وبصير معها حادثه صغيره بتعرض حياتها للخطر، وبيجي شاب وبيخلصها. فعلى هذا الاساس بتمضي معه وقت وبتتعرف عليه، وانه كانت طريقتها له انه تقول له ميرسي انه بالنهايه خلص لحياتها.
ونعجبت منيحه هالجينيفر عن جد ونعجبت شو هو منيح خلص لحياته هو دكتور بيكون بالقصة وهيز فيري اتراكتيف ونعجبت فيه ومن هون رجع لها الامل انه مش ضروري هي بس تعمل اعراس للي مغرومين بركي هي كمان فيها تلاقي شريك لحياتها بس بعد فتره قصيره تكتشف انه حياتها المهنيه وحياتها الشخصيه رح يتلاقوا زبونها الجديد اللي جاي ليخطط عرسه مع حبيبته هو ذاته الشخص اللي خلصها فاكيد هون بتنقلب حياتها وما بتعمل ردة فعل قويه قدام حبيبته للشخص اول شيء بس بعدين بينها وبين حالها نوعا ما اكيد وبينلغي العرس وأكيد بالآخر بيكونوا سوا بس كيف بتصير الأحداث it's very interesting وخلونا نحضر التريك اخترت لنا أفلام كتير حلوة أكيد منشجع كل الأشخاص اللي بعد مش حاضرينهم يحضرون واللي أصلاً حاضرينهم مهضومين يعني بيرجعوا بينحضروا لأنه بيحكوا عن الحب والرومانسي بس نفس الوقت فيهم نوع من الفكاهة صح لانا داود نحن بتشكر وجودك معنا مرسي على هالموفيز المهضومين ينعاد عليك وعليك كمان وإن شاء الله نرجع نشوفك بحلقة مقبلة مرسي كتير أنا انبسطت فيكم وخاصة بهالعيد ونحن أكتر يا أهلا وسهلا فيك مشاهدينا نحن متابعين حلقتنا لليوم بعد بريك قصير خليكم معنا